آخر كل سنة تتكون أجمل الأوقات عند أغلبية ديال الناس، ولكن كاين بعض الناس اللي تتمنوا أن هذه اللحظة ما تجيش. وهذه القصة اللي غادي نعود عليها اليوم أنا الوحيد اللي كنت ناجي منها، والسبب غادي تعرفوه في الأحداث ديال هذه القصة. أنا سميتي حمادة، وكاين خويا سميتو أشرف، وأختي سميتها خنساء، وهاد الصديقة اللي كانت مقربة منها بزاف اللي كانت سميتها أسماء. وكانوا في المدرسة مكنين عندنا دريكة القرشي، لأننا كنا ديما مجموعين وما تنتفرقوش بحال العائلة، كنا كسلاء ومشاغبين بزاف، إلا خنساء اللي كانت تتقرا مزيان وخا كانت مشاغبة معنا. خنساء كانت تتقرا مزيان وخصوصا في المواد العلمية، وصاحبتها كانت مجتهدة ولكن غير في المواد الأدبية، وكنا تنعتمدو عليهم بزاف باش نقلو منهم وحتى حنا ننجحو معاهم. خنساء كانت تتبان عليها غبية وكانت تلبس واحد النظارات كبار بحال تاع هاري بوتر. أما صاحبتها كانت تتحماق على شي حاجة سميتها الماكلة، وكانت تغليظة لواحد الدرجة كبيرة بزاف، وكل شيء كانت تتنمر عليها وعلى الوزن ديالها. ولأن الجميع كانت تتنمر على الشكل ديالها، كان الحلم الوحيد ديالها أنها تسافر وتعيش على برا. ونهار النتائج قررنا أن ندير واحد التحدي، هاد التحدي اللي كان في ثانوية وادي الذهب اللي كانت موجودة في مدينة وجدة. هاد الفكرة اللي كانت الاقتراح تاع خويا اللي كان هو رئيس العصابة ديالنا، وكان الاقتراح ديالو بما انه هاد الاخر عام لينا في هاد المدرسة خصنا نباتو شي ليلة على الاقل فيها، وكان هذاك النهار المختار هو فاش غادي نباتو فيها، خصوصا ان الوالد والوالدة ما كاينينش، يعني السيبة غادي تكون. وفعلا هادشي اللي وقع، مشينا وخدينا النتائج وكان الحمد لله كلنا ناجحين، وتخبينا فواحد الطواليت عين ما تخوى الثانوية وتسدو البيبان ونباتو فيها. طلعت ستة العشية اللي سي كامل اخوات، هنا الحارس مشى سد البيبان ودخل للدار ديالو، يعني حنا بقينا بوحدنا في الليسي وحتى شي وحده معنا، وبقينا مخبيين على حسب الاتفاق ديالنا حتى لتمنية العشيه اللي خرجنا من المرحاض. ولكن ظهر العوج اللي عندنا داك النهار كان تطيح الشتاء بزاف، وبما ان المدارس كان غادي يسدو فالحارس ديال المدرسه سد جميع البيبان تاع الاقسام فين كنا غادي نجلسوا. لهذا الشيء اضطرينا اننا نبقاو في البرد والشتاء اللي كانت خيط من سما، وزيد على هذا الشيء كامل وحتى المكان تاع الضو طفاها، يعني حتى الضو ما كاينش، وبقينا تندور في ديك المدرسة قسم قسم تنقلبوا على أي واحد نسى ما سدو، ولكن والو. قررنا أننا نهبطوا لتحت فين كاين البيرو ديال المدير، على الله وساعة يكون نسى ما سدوش. وبمجرد ما وصلناه سمعنا الصوت ديال الباب بحال تيتحل، وبما أن كان البرد والشتاء حنا كنا تنظنوا أن البرد هو اللي حرك الباب، ودخلنا وما مسوقين لوالو. فاش دخلنا كان ظلام، وهنا قررنا أننا نستعملوا البيل ديال التليفون، وكان عندي أنا واحد نوكيا من النوع القديم، وهاد النوكيا اللي كان معروف البيل ديالو مجهد اكثر من البوله. فاش دخلنا للغرفه تاع المدير وشعلنا الضو، لقينا بحال العاده بحال البيرو ديال اي مدير، كاين الدفاتر القدام والدفاتر الجداد والطباشيرات، يعني شي حاجه عاديه. ولكن بمجرد ما شفنا في الجدران هنا غادي تقلب 180 درجه، لقينا شي كتابات وشي رسومات مكتوبين تيخلعوا. هاد العبارات اللي كانوا مكتوبين في الحيط بحال مكتوبين لينا، مكتوبين مرحبا بكم، جئتم الى افضل مكان وفي الوقت المناسب، اهلا بكم، بحال شي واحد ترحب بينا، بحال شي واحد عرفنا اننا غادي نكونوا في ذاك النهار في الليل في المدرسه. حنا ما كناش مسوقين، وبقينا تنضحكوا بهستيريا كاملين، وحتى شي واحد ما عرف اش غادي يوقع. واحد شويه حتى تنسمعوا الصوت في الكولوار تاع شي واحد تيجي ورجليه تيتحركوا، بقينا في وسط هاد الغرفه وسدينا عنا. واحد شويه حتى تنسمعوا الدقان في الباب، اه شي واحد يدق عنا واخا المدرسه كانت خاويه. هنا بدينا تنحسوا بالخلعه، وكاع ضيق الضحك تحول للخوف، لدرجه ان حتى الضو اللي مقطع في المدرسه ولا تيمشي ويجي، تيمشي وتيجي، وحتى البيل طفى حتى هو. هنا بدا تيدخلنا الخلعه وما باقي عرفنا ما ندير، كلشي جمد في بلاصتو. وهنا نطق خويا الكبير وباش يبرد علينا شويه الاجواء، وقال لينا بلي هادشي راه عادي، ما عندكمش مناش تخافوا، راه غير البرد اللي دار هادشي. ولكن واخا هادشي حسينا بلي راه خايف وتيدير هادشي غير باش ما نتخلعوش ونديروا شي حاجه اللي ندموا عليها من بعد. واحد شويه عاوتاني حتى نسمعوا الصوت تاع شي حاجه تتمشى في الارض بحال شي حنش. انا عاوتاني الخلعه ضربتيها في 10، وكلشي ولا مرعد وحتى شي واحد ما بقى يعرف ما يدير. وفي لحظه تحل واحد الباب في هذا البيرو، قررنا اننا ندخلوا منه ونهربوا. ولكن داكشي اللي شفنا ما عمر شي واحد شافه في حياته، مومياء بحال داكشي اللي تنشوفوا الكهوف المصريه وتتحرك قدامك. صور انك تشوف مومياء قدامك تتحرك، واحد الحاجه اللي كنت تشوفها غير في الافلام تاع الرعب وفي القصص تاع الرعب، شوفها قدام حقيقيه وما تعرف ما دير. كلنا تجمدنا في بلاصتنا من الرعب، حتى شي واحد فينا ما قدر يتحرك، الا هاد المومياء اللي بقات جايه لجهتنا وهي تضحك بواحد الصوت اللي تيخلع، صوت اللي بين انها جايه لجهتنا وبدلنا شي حاجه ماشي هي هذيك. كلنا بقينا تنغوتو تنغوتو، ولكن
حتى شي واحد ما سمعنا، بحال معزولين بوحدنا على العالم الخارجي، بحال عزيتينا وحطيتينا في شي قرعه وتنغوتوا باعلى صوت وحتى شي واحد ما تيسمعنا. في النهايه تاكدنا انه ما كاينش امل، وان الامل الوحيد باش نخرجوا من هنا خصنا نديرو حنا، وباللي راه ما كاين حتى شي واحد اللي يقدر يفلتنا من هذا الشيء الا ما فلتنا راسنا. اشرف اللي كان هو الكبير فينا قرر انه يهرب ويهرس واحد الباب، وبالفعل مشينا تحمينا كاملين على هذا الباب وهرسناه. مجرد ما حليناه لقينا واحد الطروش تهبطوا للتحت، كان الشكل ديالهم مخيف ولكن ما عندناش مفر منهم، الا ما هربناش من هذه المومياء غادي يوقع لينا شي حاجه. وهنا قررنا ان نبدلوا الأسوأ بالأسوأ، نهربوا من هذا الدرج اللي ما عرفناش فين تيديو، ولا نتقابلوا مع هذه المومياء اللي في النهايه ديالنا الا بقينا معها غادي تقتلنا. هذا الدرج اللي كانوا هابطين لتحت وكانوا طوال، وقت ما هبطنا وهبطنا تبدا الاكسجين تينقص، ولينا تنتنفسوا بصعوبه واحد شويه حتى تنشوفوا واحد الطوق بات من بعيد، وهذا الشيء هو اللي خلى الاصرار ديالنا يتزاد وشويه ديال الامل يطاطا. وكنا تيتسحبنا ان هذاك الطول بات الصغير هو النفق مناش غادي نهربوا من هذه المدرسه. بقينا غادي تنجريو تنجريو لهذا النفق لهذاك النقيطه البيضه اللي تتبان، لدرجه ان الاكسجين بدا تيقلى بواحد الطريقه كبيره، ولينا تلقاو صعوبه في التنفس. ولكن ديما كان عندنا الامل اننا غادي نلقاو في النهايه ديال هذا النفق لقنت مش غادي نهربوا من هذه المدرسه. وفي واحد اللحظه دورتو جي باش نشوف شكون اللي تيجري من ورايا، ما لقيت حتى شي واحد. اختي وصاحبتها وخويا خبروا ما بقاش لهم اثار. وبمجرد ما دورت عاوتاني وجهي لقيت واحد السيد اللي لابس كحل وطويل بزاف جاي تيجري لجهتي. في هذه اللحظه بديت نجري وهارب منه، وتلاقيت مع خويا في الكولوار حتى هو تيجري. هذاك السيد اللي كان لابس الكحل كان هز واحد الشاقوره وتابعنا، وكان باين عليه انه ناوي يضربنا بها. بقيت نجري انا وخويا حتى لقينا واحد الخزانه اللي تخبينا فيها وسدينا علينا مزيان، والحمد لله قدرنا اننا نتلفوه. وقررنا اننا نرجعوا من الطريق اللي جينا باش نقلبوا على اختي وصاحبتها. وهنا سلتنا الصببط من رجلينا باش ما نديروش الحس وباش ما يلقاش الاثار ديالنا. وفاش كنا غاديين تفضوا على داك الكولوار كاملين، بقينا غاديين بشويه بشويه واحد شويه وانا نسمع على واحد الحاجه، وانا نسمع على الطق تحضر وانا نزها لقيت نضاضر تاوع من تاع اختي، يعني اختي وقع لها شي حاجه خايبه مع داك الراجل اللي كان لابس الكحل. واحد شويه بدات نسمع القطرات تاع الماء بحال شي روبينين اللي نسيتيه في الليل ما سديتيهش، تبقى تسمع بقيت انا وخويا تابعين هذا الصوت، تابعينه. واحد شويه بدات يتجهد، وهذوك الصوت تاع دوك القطرات بداو يتجهدوا حتى هما. طلينا من واحد الباب اللي كان فيه الضوء، واحد شويه تيبان هذاك العساس ديال هذيك المدرسه تيقطع على اختي وصاحبتها راسهم. ايه كيف سمعتوا، داكشي اللي تنشوف في الافلام تاع الرعب وقع لينا حقيقه قدامنا. اختي وصاحبتها اللي تضروا لنا لقيناهم ناعسين فوق واحد القنت ومقطع عليهم راسهم هذاك السيد. وبكثر الصدمه اللي وقعت ليا طاحت ليا النظاظر تاع اختي من يديهم يتسمعوا في الارض بواحد الصوت مرتفع، دار هو يشوف فيا وعز هذاك الشاقور، وبقى تابعني هذاك الكوروار كامل، هو يجري وانا نجري، هو يجري وانا نجري. العساس اللي كان حافظ المدرسه شبر وكان قادر انه يجري فيها واخا الظلام وهو مغمض عينيه، اما انا وخويا فما قدرناش نجريو في الظلام، وطحت انا الاول هو يقبطني وقبطني وتبع حتى خويا حتى هو اللي كان الظلام و تيشوف والو حتى هو طاح وحتى هو قبطو. وبحال الاحداث تاع الرعب، ولكن هذا الخطره وقعوا قدامي، ومباشره هز هذاك السيف ديالو لهذاك الشاقور ويقطع لخويا راسو حتى هو، يعني قتل اختي وصاحبتها وخويا حتى هو بنفس الطريقه الوحشيه اللي هي قطع عليهم راسهم كاملهم. فاش كمل منهم تم جاي لجهتي، وتصوروا ان هذاك الشاقور اللي كان عامر بالدم احمر مبقاش تيبان كثر الظلام، وجي ليا وانا ما قدرتش نوض. في هذه اللحظه كنت نتمنى ان تكون حلمه ونفيق منها. بقيت نغوت وتنقول الله الله الله، والسيد غادي تيقربني وعز هذاك الشاقور. الله بديت تنشهد. واحد شويه عز الشاقور هو يعزو وجابه هبط عليا. في هذه اللحظه فقت من الناس وعرفت بلي هذا الشيء كامل كان مجرد حلم. تنتمنى ان القصه تعجبكم وتنال الرضا ديالكم، والى اللقاء في حلقه جديده ان شاء الله.